حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال سالته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاه الخوف قال اخبرني سالم ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفه معه تصلي واقبلت طائفه على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفه التي لم تصل فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعه وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعه وسجد سجدتين